يعطيني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. تعجب سمير عشان الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك، ده حمار. لا لا، فيل، الفيل الازرق كده. والله صح، ابوك الفيلم البطل. يفوز يفوز. ها كيف؟ ايش رايكم في اختياراتي؟ عجبكم الفيلم؟ والله يا هو فخم وناهي، وسعت سنون الله يوسع صدري. يا عيال طلعت الشمس، خلينا ندزها لبيوتنا. طيب من قال فطور؟ انا. طيب وش رايك نواصل نفطر ونصلي الجمعة، بعدها كل واحد يروح يدزها بيتهم. قدام بشرط انا ابغى معصوب. تتشرط بعد قم يا شيخ. يلا مشينا. بعدني بفتتح العروبة. على وين الوجه يا عيال؟ كبدة. استرجل يا ورع، وش اللي كبدة؟ اسمها كبدة. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبدة مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبده سوارم. مشينا. بس ابوك يا السبك. صار لا زحمة اليوم؟ ما أدري. طيب كيف يومك؟ أقول بس طالع قدام لا تفلها. أوف 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 أوف، أبوك البشرية الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. اللي يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو إنها ببلاش ده لكن ما صفيت سرع. ويييي تلعب بلوت أنت، اسمه لاين مو بسرع. يا أبوي لاين ولا طابور ما يهم، أنا ميت جوع. يا عيال خلوني امشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شوكوش؟ يلا مشينا، بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل. الله يسموي يا معلم. ثلاثه صبه شطه طحينه مخلل وكثر الشطه وبيع. لا لا يا شيخ بيض، اقول فكره تكفى. وثلاثه برتقال كبس. فاهمني هلا. حسابك 30 ريال. سبحان الله سبحان الله، اليوم عبي بنزين ب30 ريال. يعني عليكم الفطور حبايبي، يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا يلا يلا. مرحبا امبو. هلا. بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه أحلى من التحويل. تشيك إن سوارم، في أحد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفة. وأنا أقول ليش الناس كاشخة وفلة أمها، أضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني أنت وجهك؟ إيه لا تغلط لا تغلط، لا أفلم بك الآن باللاين. سم شوف حامل حامل، هذه ايه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. اي المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. ايه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد اكس عندهم. لعب، عرف كيف يفتح معها موضوع. اوله ياسر افتح المنيو من جوالك، خلنا ذاكر ترى اذا دخلنا عند المحاسب بطلب حليب عدني وفشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صفين سنة. بلا تعالوا تعالوا جلس عليهم، بناكل معاهم مرة ثانية. يا اخوي انت ما شبعت الى الحين، ايش فيك انت؟ انا في الحقيقة نباتي، اول مرة اشوف ولد نباتي. وانت؟ انا اكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلت ان الله يصلحك. ليش انا قلتها غلط؟
تراني سارقها منك. شكلك مالك بالامور ذي. ادري يا اختي ادري، بس حبيت اضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك، ضحكتنا. ترى انا دائما اضحك العيال بالاستراحه. وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. إلى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي أنت تطلع منها بس؟ يا أبويا فاتك نازل 3 فلافل من الآخر ب30 ريال وأجل بسرعة. قصر صوتك يا بزر، فضحتنا. إلا على فكرة عسى ما خلاف الرجل، ليش مقزز؟ ادعي لنا بالثبات بس على هالوقت، ومفروض حنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. أقول دزها أنت وياه بس. هلا والله بالكشير البطلة، أتحداك يا كشخة. ويلكم، يا أهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البستيلر عندكم؟ يقلع أم المراحل الصعبة، وش ذا الكلمة بعد؟ أنت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل؟ وش هالمعدل تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكة، وأشهر طبق اكسكلوزيف كبدة. كبدة؟ خلاص، عطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر، ما تقول الفلافل تجيب القلون والآن طالب فلافل؟ هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها أنت؟ اي والله جديد علي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور، طبي الربع تعيش حنا. هو صادق، شكل المحاسبين على السرة كله، أقصد اللاين. هلا والله من مطعم البطل. يا عيال، إذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا إذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر، فشلتنا. ايه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبدة محتوى يا ابوي. وبطني مهبول انت، كم مرة أقول استق الباب قبل ما تفتحينه؟ عقل قم، خلصت النوم علينا، ودني سيارة خربانة. وين بتروحين؟ أروح كوفي مع صديقتي. خلاص، خلي خويي تستمرس. إيه، بيتهم بالبديعة وبيتنا في الشمال. لا يا شيخة، أكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعة. يعني كذا ولا كذا، هي جاية للشمال. خلاص، خليها تمرس على طريقها. أوريك، خلك قدها، الأيام بيننا وشاحني تحلم فيه. أقول دزيها بس، انقلعي. النشبة ذايبيك، النشبة ذايبيك. على تروك، أبشر بي، أرسل اللوكيشن بس. جابك الله بالحلال، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ سراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي، وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر، وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات، من العصر هنا رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف، شوفي اخوك عامر جا. واضح انك تشترين. ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمه تشيك ان يا متخلف. ما بشغلي تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من اللستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بسيرة هنا. وانتي يلا دزيها للبديع وادعي دعاء السفر. يلا امشي، لا تناظرين، امشي. تشيكن قال امشي، انقلعي انتي. أم عاد، وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. إيه سلامات، اسمه لاين. إيه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال، تعبت أشرح له ذا الدلخ.
اسمه اير دروب. الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والايس دروب مشروب قهوه بارده. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه. المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر، بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال، بكره كل العالم في جارلك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات، ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. الوان ماشي. نغر حط عليها جل. ها وش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره. صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. انت وش اوفر سايز المخيس ده؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يبي تستهبل لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنها. سلامات، هد عليه. تنكت انت وجهك، حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. وش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش تسولفون فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبيني وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت تعال معنا بس شكل، واي شيء يفوتك خذه من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمد ربكم يا شباب. ها تحمد ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر، انتبه لي. انتبه لك؟ عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي، هذا الاتصال جاي لي. ده خويي سامر، انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابد، انا وشوك مش متقطعين سماعه واحده. وشو له خساير؟ يو 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 يا عيال، توقعوا أن نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول إن شاء الله. عامر عامر، خلينا نروح المقهى هذا، فاضي ما عنده أحد. لا هذا ما نبيه، ما في لاين وحركات وسوار. أخس يا عامر، وش هالتطور وش الحركات؟ والله صرنا نعرف. عفو عليك، بس تبيني أسوي تشكلنا الحين؟ يا أبوي أنت جدد باقتك أول يا طفران. يا ولد العم الفزعة، بثلي نت. أقول تواكله ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب اذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟ كنا اللاين اليوم اطول الاسبوع الماضي. ايه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. ايه ما شاء الله. وانت ما عندك الا ذا الخطه، اللاين اطول من الاسبوع الماضي. يا اخي غيرها، في شيء ثاني. خير في شيء؟ لا الله يطول لي عمرك ويخليه ان شاء الله. لا فاضي فاضي، ما عنده شيء، يمشي يفتح مواضيع باللاينات. سو وات يا شيخ، ما عليك منهم ذول متخلفين. ايوه تقولي لي. ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي. خير ان شاء الله، ايش تبي؟ جاي تسولف، قطع يقطع هالاشكال. سو وات؟ وات؟ مو مكلف في الشيء ذا. ويلكم جيرلز، وات ذا سليبر توداي. انت ورا ما تسكت، الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوه بالثوم، قهوه خاصه فينا، يعني فكره مبتكره وجديده. ما شاء الله، جميل جميل، فكره حلوه فكره حلوه. بس ايش رايكم لو تحطون مع شويه بصل، شويه طماط يعني، وتكشنونها شوي كذا بعد؟ ايش ذا الخنبق اللي حنا فيها يا اختي؟ تو جارليك كوفي. شفت؟ ترى كل الناس يطلبونه. ابا سكته جارليك كافي. سبعه بدون كشنه.
ثانك يو. الحين يا عيال وصلنا للمرحلة الأخيرة، رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلالا يا مهيلة بس، ولا أنا وش لي بشق هذا كله؟ أسمعوا، نتوزع في كل المكان، وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو أنت اشرب من هناك، أنت تعال معايا. ما شاء الله تشجع النصر كويس كويس، استمر ما تغير. مطولين انتم؟ اي مطولين. طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج؟ مو بشغلك. وانت شو وضعك؟ مطول اكثر منه. اي منيح، خلك هون. لو سمحت الطاولة هذه حقتي. ها ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك؟ ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا؟ طيب ليه ما اخذته معاك؟ يقلع ذا الاشكال. يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي، مركز قاعد تقرا كتاب وسط هالزحمه، عالم تسولف مبسوطه اغاني. لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال، تراك حاجز طاوله تاخذ 5 اشخاص. وبعدين يا اخي اذا فاضي خذ لك شاي حليب واقرا كتابكم هذا في البيت. ساقرا الفصل الثالث وحينما انتهي سانصرف، وبعدها يمكنك الجلوس. اغرب عن وجهي. اغرب ولا اشرق؟ انت ليش محسسني اني انا اكلم كول سنتر؟ وبعدين بصراحة صراحة صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله، ملامحك مستفزة. شش، شو اللي شلح تكلم حمار أنت؟ نعم، في شيء؟ سلامتك يا أبوي، ما في شيء. خير؟ شكم طالعون كذا؟ العين بحر ولا قومة، ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر. ما ورانا شيء يا أبوي، معاك للآخر. والآن انتهيت من الفصل الثالث، يمكنك الجلوس في أمان الله. يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال، لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنه أسهل من تلقى حجز هنا. وح الله يديم النعمة، وش ذا؟ ولا حق المدح اللي من حولنا. يعطيكم العافية، 5 دقايق ونقفل. الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا، بالعكس مشروبهم حلو. معليش يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة، تراه ياكل كل شيء حتى القراطيس. تمام، إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي. تعالي. سلامات، بتخمين أنتي؟ عندي بس فكرة أحسن، وش رايك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟ وش رايس؟ ايه لا، ايش دعوة يعني، ليش جوجل ماب؟ ليش الأفورة هذه؟ بالعكس انتو زبايننا، المكان مكانكم، اعتبروا الفاتورة هذه على حسابنا. اعتبري نفس مستورة. تفضل. يعطيكم العافية، اللي سويتوه اليوم كان أداء جميل، بكرة أبيكم إن شاء الله تجوني من بدري، أبي المكان هذا يصير مزدحم، أبي الناس تحب المكان، أبي الناس تتخيل إن كل واحد بيقابل شخص المفضل، شخصية المفضلة، صدفة حلوة، لقاء عابر، اللي يكون. ومثل ما وعدتكم كل طلباتكم مجانية. هذا نظامكم.
ومالك اللي يعبي المحل زباين ويخلي السرق لاين لاين. اي صح لاين، يخلي اللاين يوصل للخرج. وش رايك؟ شوف ما بي لا الخرج ولا شيء، وصله للمواقف وكثر الله خيرك. حلو، اجل يدك على 5000 ريال ولا تستخسرها، بتطلع دبلها في يومين. خلاص تم، اعتبرها بجيبك. وهذا انسان يعز علينا وفتح كافي وبلش فيه، نبغى نوقف معه وقفه انسانيه. ما شاء الله، ودام بلشان بالكافي ومفتحه، وشو اللي يعطينا قهوه وحلى مجانا؟ لانه يحب الخير ويقول يمكن اذا تصدق الناس تجي وتزيد مبيعاته. يتصدق علينا؟ خير وشايفنا ان شاء الله. لا 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 الله يطول لي عمرك، فهمتي غلط ترى، انطم الله يصلح قلبك. لا لا انا اقصد ان احنا نتصدق عليه بالزباين، يمكن اذا احد شطف وشاف زحمه يدخل المحل، فهمتي؟ اها اوكي، وشلون نسوي هالزحمه؟ ها ترسلين لصديقاتك وقريباتك، واي بنت تجي من طرفك حسابها على راعي الكافي ببلاش. انا من ناحيتي ماشي على نظام صحي ومقاطع المنبهات والسكريات، يعني ما راح تستفيدون مني شيء. طيب تعالي كذا شكل نستفيد من وجهك. هذولي كلهم انا جبتهم. كفو يا مي، اسمعي ابي استوزعينهم في كل مكان، ما ابي ولا كرسي فاضي. وانا بعد صديقاتي بالجامعه جايين، وين يقعدون؟ هذولي خليهم دفعه بكره، ما لهم مكان اليوم. اللي بنات ورا ما جبتهم مناهل ابو حمود. صح انت تبي ملاك ومناهل يجون هنا؟ هذولي فتحوا بزنس خاص فيهم. ام عاد بزنس؟ وش بزنسه؟ فتحوا مطعم جعله ما يحدر. سلامات، وراس تدعين عليهم؟ لا مطعمهم اسمه كذا، جعله ما يحدر. جعله ما يحدر، غيروا تعالي. اوف 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 ابوك الزحمه والله مو بسهلين. اتحدوك نروح البطله، اقسم بالله جوهم رهيب، متحمس من زمان اجيهم. ما هم صاحين يا رجال، فقرة الطلب ازين من الاكل نفسه. تدري بموضح اللي سويتها زي امس. يا ضحكني ذي السمره اللي قامت تتنافخ. سلامات، وانت بكل لاي موجوده؟ ما عندي سهل. مو بشغلك، طالع قدام. وين؟ بمدرسه حنا. طالع قدام. حاضر يا ابله. كل ذا الشحوم وتبي تطلب بعد؟ سلامات شيول. لو سمحتي اثنين برجر سنجل. اثنين برجر سنجل. وش ذي الدلاخه؟ ها؟ ما راح يكفيك، خذ لك واحد زياده دبل. تتبوسم وتضحك انت وياه؟ وراكم ناس، اخلصوا علينا يلا. وش تبي انت بعد؟ في فرايز. في فرايز غبي انت، ما تشوف مكتوب قدامك في المنيو فرايز، ولا تبي بوكس على عينك خليك تشوف زي الناس. اقول ضف وجهك انت وياه، روح استلموا الطلب من هناك، جعله ما يحدر. اللي بعده اثنين همبرجر. انت بكبرك برجر، وانت ناظر انت. وش تبي انت بعد؟ أربعة برجر. الحين أنت مبطلب صحين ذول، وراهم ينفخون على الزباين كذا. والله ولعبوها صح، سارقين فكرة مطعم أمريكي يزبدون للزباين كذا، والناس ما تجي عشان الأكل، يجون عشان يضحكون بس. يا أبوي العالم صارت مخفات، وأسهل شيء تطلع منها الدراهم، لكن عندي فكرة مشروع البطلة. يا هلا بالجارات، ما شاء الله مشروع جديد وحركات. هم أنا أمرتهم بالسهل، أقلطوا عند ياسر. هلا ومرحبا فيكم، وش تطلبون؟ نبي سلطة كينوا وشوربة اليوم وسبرينغ رولز. وش مشروباتكم؟ باينابل جوس. اوكي. دير بد دير بد، الحساب 500 ريال. يا هلا يا هلا، هناك هناك عند شكوش هناك. اي شرفتونا ونورتونا، تو ما نور المكان، يا هلا ويا مرحبا، مع السلامة. كان مقلب ما في لا اكل ولا حاجه، ايش رايكم بهاللعبه؟ طططططط.